عليها. قولي لي الستات احوالهم بقت ما تصرش ليه الايام دي؟ ما تصرش من ناحيه ايه يعني؟ بقى عصبيين وبيتنرفزوا، وانا ملاحظ ان الستات بقى صوتها عالي قوي ومفيش حد عارف قادر عليهم ولا عارف يلمهم. يعني تفتكري ده ليه بيحصل يعني؟ عشان طبيعه السؤال اللي بتاع حضرتك كده. يعني لو راجل هيتكلم معاهم بالطريقه دي عمره ما يتلم. مفيش حاجه اسمها يتلم، الست تتلم. اولا التفرقه دي ما تنفعش، لازم تتعامل مع كائن مساوي ده بمنتهى اللطف والحب كده، وانت تلاقي نتيجه. لكن تكلمها بعند، لا، العند لازم يقابله العند. بس انت مش ملاحظه ان لما ابتدت الستات مؤخرا تنزل الشارع وتنزل في مظاهرات ومسيرات وقفات احتجاجيه وبقى كده عادي زيها زي الراجل، يعني راس براس، بقت اجريسيف شويه، بقت اكثر عنف واكثر تهور؟ مبدئيا هي طول عمرها من ساعه ما خلقت وهي زي الراجل مهامها مختلفه عن مهام الراجل دي، بس حاجه تانيه. لكن مفيش حاجه اسمها ست مختلفه وراجل مختلف، هما الاثنين طبيعه واحده، هما الاثنين بيكملوا بعض قوي، هما الاثنين محتاجين لبعض. من وجهه نظري الست اللي بتدور على ان هي تلاقي نفسها بعنف عشان تبقى زي الراجل دي ناقصها حاجات كتير، انما الست الحقيقيه هي 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 حقوقها الطبيعيه زي اي راجل، وهي حاسه بده جواها قوي، لا مضطره ان هي تناضل ولا تعاند ولا تدور على حقوق المراه. دي وجهه نظري، هي لو مقتنعة من جواها ان هي حقوقها كلها كاملة. ده جانب تاني بقى، اللي فيه ناس فعلا حقوقها مش كاملة بتدور عليها، دي حاجة تانية. لكن اوريدي الست بطبيعتها واخدة حقوقها كاملة بوجود ان جنبها راجل، هي جمالها وجودها بيكتمل بوجود الراجل كمان. انا شخصيا اكتر حاجة بتضايقني في اي ست ان صوتها يعلى وانها تتقلب لي كده مرة واحدة ذكر، فبحس وقتها ان عايز اخدها جوزين اقلام يرجعوها تاني بني ادمه. هو مبدئيا لو اي واحده بتتكلم معاها واحد بالطريقه دي هي لازم صوتها يعلى ولازم هتتقلب كل اللي انت بتقوله ده. لكن هي اوريدي انت ما بتحترمش وجودها، ليه ما بتتكلمش معاها بطريقه لطيفه فعلا؟ هي محتاجه ده بطريقه حلوه هاديه. ازاي بتتكلم معاها بشكل كانك بتتكلم واحد صاحبك ومستني رد فعل تاني؟ يعني ما طبيعي اي فعل ليه رد فعل. ايوه، اتكلم معاها ازاي يعني؟ بهدوء وبأدب، مطلب منها طلب، لان هي كده كده هتحققه. الست طبعها عطاء وحنينه جدا، وهي ام وهي اخت وهي بنت قبل ما تكون زوجه، فهي مش كائن فضائي نزل على الارض تكون بقى بتحارب فيه طول الوقت معاك. لا، مستحيل حد في الدنيا هيقابل حب الا بحب. لكن هي لو لقيت عنف ممكن رد فعل طبيعي العنف. ايه اكتر حاجه ممكن نصالح بيها الست لما تزعل يعني؟ قال لي جيب لها ذهب. ورده. لا مش ده، ورده كلمه حنينه، والله دي حقيقه، ورده كلمه حنينه، مش لازم ذهب ولا الماس ولا اي حاجه، لا طبعا. ومش بس بتضحك عليها عشان هي حساسه، ذكيه جدا، ما ينفعش انت عارف كل شويه تزعلها عشان عارف الطريقه، الورد رخيص والطريقه لطيفه جدا، لا تكون غرضك من البدايه ان انت ما تعرفش. وبعدين هي اساسا المفروض ان هي تدي للراجل التقدير والاحترام، الود بتديله حقه ومكانته، هو بيديها حب وحنان، هو مجرد محتوانا، مفيش أي مشكلة تبقى بين الاثنين، لكن هو مشكلة غياب الاحترام، هو كمان بيتحول على فكرة، يعني الراجل عامة بعد ما بيرتبط وبيمتلك الست بيتحول، دي حقيقة، فهي حاجة من الاثنين، تكون ذكية أوي أوي بتعرف تتعامل معاه بعد التحويل وتتحول هي كمان، وبرضه تبقى في الكونت تستفاد من هما الاثنين، أو إن هي تبقى فاهمه طبيعته وقابلها على اي وضع. دي الحالتين اللي ممكن نعيش فيها مع بعض. تفتكري ليه العلاقات العاطفيه ممكن تبوظ؟ عشان بتكون مش صح. انا وجهه نظري دي بتبوظ عشان مش صح، عشان بيدخلها اغراض. لو الاغراض اتشالت من بين اي علاقه عاطفيه مفيش حد بقى ليه غرض مادي، مصلحه، المصالح بمعنى اصح يعني، فاكيد العلاقه هتستمر وتبقى كويسه لو كانت صادقه وفي اخلاص. موضوع الاخلاص ده ظاهرة سحرية قوي، كل واحد يخلص التاني ويرضى ومبيبقاش مبسوط قوي هيلاقي نتيجة تانية.